هل بتؤيد المقترح البرلماني اللي بيطالب يعني فرض ضرائب على الاشخاص اللي بيعملوا اعلانات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى؟ يا ريت والله، يا ريت والله، لان الصفحات ديت والاعلانات دي بتكسبوا بالدولار، بيكسبوا بالملايين، ملايين الدولارات. اه فمن حق الدوله تاخد حقها، ده حق مكتسب للدوله، ويا ريت يا ريت يطبقوا القرار ده. هو لا اكيد لا، يعني ضده، علشان هم اصلا هم اللي بيشتروا الكاميرا والحاجات دي كلها، هم اللي بيعملوا الفيو ورام وكده، مش الدوله اللي بتوفر لهم الحاجات دي. يعني هم اللي بيعملوا الحاجات دي، فهم اللي بيتعبوا، عشان كده هم اللي بياخدوها. حتى لو الناس بتكسب كتير قوي وكده، هم مش من حقهم كمان اصلا يفرض عليهم حاجه. هم اللي بيجيبوا الكاميرا، هم اللي بيظبطوا الدنيا، هم اللي بيجيبوا ناس بيدفع لهم فلوس، الدوله مش بتدفع، فهم المفروض اللي يستفيدوا بالحاجات دي. لا ما بايتش الكلام ده الصراحه. اصل هو مش عشان هي مش حاجه مش تبع الدوله يعتبر، ف دي حرية، يعني هي حاجة ليها علاقة بالناس كلها، يعني المجتمع ملوش حق ان هو يتحكم فيها او يدفع حد يدفع عليها ضرائب. هل تقصد مثلا ان هم مش بيستفادوا من الدولة في النقطة دي في حاجة معينة، فطبيعي ان هم ما يدفعوش ضرائب؟ بالظبط، هو ده القصد. فيعني الدولة يعتبر المفروض دي حرية، وكل واحد بيستخدم الابلكيشنز دي او الاساليب دي عشان حتى الناس اللي بتكسب ملايين منها، شايف ان هم برضه مش مطالب ان هم يدفعوا ضرائب؟ برضو، ما هي فكرة كلها ان هي ملاش علاقة، مش ملاش علاقة بالحكومة، فمش مرتبطة بالدولة برضو. اكيد المفروض نفرض عليهم ضرائب، لان هم بيكسبوا كتير فلوس كتيرة من القناة دي، ان الشركات بتبعت لهم فلوس على اساس ان هم بيعرضوا لهم المنتجات بتاعته، فاكيد بيكسبوا، لازم يعني يدفعوا نسبة من الضرائب زي اي شركة وزي اي مطعم زي اي محل. اكيد طبعا، اكيد موافق على ده، لان دي مجموعه من الناس بيعملوا حاجات كبيره جدا وبيكسبوا مكاسب مهوله من غير اي ضرائب او اي قوانين، في وقت ناس تانية ممكن تبقى شغاله تحت الضرائب والقوانين ومكاسبها قليله، فبالتالي مفيش يعني لا مفيش بالظبط مفيش بالانس ما بين الاثنين، فنوع من انواع العدل، فانا شايف ان ده صح جدا. لا طبعا ما رجعش الموضوع ده خالص، لان في ناس حسن يعني واخدها ان هي ممكن مثلا بتصرف على نفسها كده اهوت، ماشي عايزين مثلا ياخدوا مثلا من الناس ضرايب، بس الناس اللي هي مثلا اللي معاها اللي بتكسب مثلا زي محمد رمضان، مش عارف المغنيين، الكلام ده كله تمام، لكن هتيجي على واحد مثلا عنده مثلا بيج على قده يعني، ويدخل له مثلا في الشهر مثلا منها حاجه بسيطه بيصرف على نفسه، واخد بالك؟ لكن في ناس تانية ماشي، لكن في يعني زي شريحه كده اهوت ما ينفعش انت بالظبط. الشريحه اللي بتكسب فلوس كتير دي انت ممكن تاخد منها تمام، لكن عندك مثلا الشباب الصغير ما اعتقدش يعني ان هو يفكر ان هو ياخد منهم حاجه، يعني هو الشباب مش لاقي ياكل اساسا. هما يا ريت يعني يفرضوا عليهم ضرائب او يقطعوا عنهم النت احسن، يبقى حاجه احسن. ليه يكون كده؟ انا ما وصلتهمش.